نفسي والنوايا الشام مهما اجتمع وتكالب الظلام ورح يبقى حضنك أدفى حضني بهديك ونرمي بحضنك هالتعب والنام نزلت عخدت دموع والجوع ما أصعب ليالي الجوع بس اللي مثلي بالأزل ما بينكسر بس اللي مثلي بالأزل ما بينكسر وبأعلى صوتي بهالأرض مسروع مسروع اتذكري يا شام كيف كنا سوا نمشي بحاراتك ودقدقنا الهوى فاق الغدر سرق العمر ادي الغجر وكل الأمر رح ينطوى ورح تبقي عشي والهوى يا تفضل. انت شو اللي جابك لهون؟ هدي فوتي على غرفتك. ما بدي فوت. عم بسألك شو جابك لهون؟ ولا جاي تكمل ضربي؟ ولا بدك ترجعني عالبيت بالغصب؟ يكون بمعلومة عالبيت مالي راجعة وطلاق بدك تطلقني. عم تفهم؟ هدي اسمعي شو بدي قلك. تيسير طلقني. حاجة تتجبر. الله أقوى منك وأكبر، أقوى منك ومن اللي شادت ظهرك فيهم. أنا مو قلت لك بتلازمي منزلك وما تطلعي براته؟ شو عمل لك الزلمة لحتى عم تجلده هيك؟ شو سوالك؟ لك مو حرام عليك؟ ما بتخاف ربك؟ أكيد بخاف ربي. وأنت شو؟ جاي تدافع عنه؟ لا أنا ماني جاي دافع عنه، لأنه عنده رب بياخد حقه منك ومن كل اللي ظلموه. لك شو بدي أحكي معك؟ لك جاي أشوفك شو عم تعمل بحالك. أنا عم برفع راية الحق وعم بنشر كلمة الله في الأرض. هذا اللي عم بعمله وهذا أنا. مين أنت؟ مين أنت؟ مين لحتى تحاسب فلان وعلنتان؟ مين لحتى توزع شهادات للناس؟ هذا مسامحه وهذا معاقبه وهذا مجلده. إيش أنت شو دخلك للدافع عنه؟ بيقربك؟ بيخصك؟ لا بيخصني، لأنه هاد يلي كنت عم تجلده الوحيد اللي وقف معي، الوحيد اللي جاب الدواء لبنتك لما كانوا كلابك مسكرين الحارة. امتى صار هذا الحكي؟ امتى صار؟
سيدي. هذا الحكي صار قبل ما تروح مريم من بين ايدي. قديش شايفة انا مين بحياتي؟ خرسي خرسي، اطلعي برات بيتي. ما عم تسمعي؟ اطلعي برات بيتي. رك كنت امري بالوضع جوا، ما بتطلعي لعندك. سعيد كيف ستنفذ المهمة؟ والله ما بعرف، إنه قالوا لي بالقيادة هن بيخبروني، بس يكون نقيب الناوة. والله ونعم الموت، لا يوجد أجمل من الشهادة يا أخي. والله ما في أحلى من الشهادة، الله يطعمنا إياها يا رب. إمتى إن شاء الله هيك؟ يعني بكرة بعد بكرة؟ والله هلا كنت عم بقول له إنه أنا ما بعرف، هي القيادة رح تخبرني يا بكرة يا بعد بكرة حسب وضع الحاجز. إن شاء الله يا رب، وأنت جاهز إن شاء الله للعملية الانتحارية؟ أستغفر الله، اسمها عملية استشهادية وليس انتحارية مثل ما يقولون أعداء الله. استشهادية؟ أنا هيك قصدت يعني، استشهادية. استغفر الله العظيم العظيم، كيف تتكلم؟ مبروك عليك، تفضل. شكرا. تفضل. ربي قويك. شكرا. يعني يا ام غسان، انت شايفه انه اللي عملته بنتك صح وانا لازم اسكت عنه؟ والله يا بنتي انت الغلطانه. ليش عم تطلعي فيي هيك؟ جوزك عم يحكي الاصول. والله مو غريبه انك توقفي معه على الباطل، شيء متوقع منك. لكن بدك ياني وقف معك وانت على غلط؟ اصلا شو اخذك على هديك الارانب ولهدول العالم؟ هدول ولاد بلدي ولازم كلياتنا نوقف معهم. يبدو انت فهماني الامور غلط، ومانك عرفاني انه جوزك صاحب مركز ومكانه اجتماعيه. هاي المكانه الاجتماعيه بتتاثر كتير كتير اذا مرته تعاملت مع هيك اوساط. والله مالك مضطر تترك مرتك تروح على هيك أماكن. شو قصدك يعني؟ قصدي طلقني وريح حالك. يعني ما رح تتركي هالشغلة؟ لا، ما رح أترك هالشغلة ولا رح أرجع لك، وإنت ورأيك ما بتعنوني. شو علي؟ مثل ما بدك، خليكي ببيت اهلك معززة ومكرمة. اسلموا اسلموا. شكرا. لشوف بس كيف بدكم تدبروا حياتكم وشلون بدكم تعيشوا. حقيقة اشعتيلي بدني، يعني ولاد بلدي يا الله. تشاو. سوري طول بالك تيسير، بس حكي لي كلمتين بس، هدي اعصابك شوي. تشاو. ارتحتي هيك؟ قلعتي للزلمه؟ شو بدك ياني اعمل هلا؟ وعم تنفخي كمان؟ تعي لهون يا دكتوره. لازم اعمل شيء، لازم نبه الشباب على الحاجز، بس انا مو هي مهمتي، ما بصير اطلع المهمه الرئيسيه اللي فتت مشانها. بس لا،
لازم أعمل شيء. يا ربي دخيلك، شو بدي ساوي؟ شو بدي أعمل؟ شكله كتير تعبان. لساتك هون؟ ايه أيهم، أنا هون. روحي بلا ما تتأخري. خلص أنت لا تهكل همي، أنا رح ضل جنبك الليلة لحتى تتحسن. لا تخافي علي. خلاص نام وارتاح بقى. ان شاء الله ما احلاك. شو منبر اليوم رح ننفذ العملية شيخنا. متأكد انه جاهز؟ بإذن المولى جاهزين. الشباب تجشموا عناء السفر من بلاد بعيدة ليستشهدوا على أرض الشام المباركة، واللي قاطع هيك مسافة أكيد رح يكون جاهز للشهادة في أي وقت. أحسنت. خلي أبو يوسف يجهزه ويعلمه كيف يقدح الحزام، وخلينا نتكل على الله وقدفوا على الحاجز. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله ما أحلاكي، لو ما كنتي موجودة شو كان رح يصير فيني؟ آسف آسف آسف، كنت عم غطيكي بس. كيف صرت؟ لا الحمد لله أحسن. الحرارة؟ كأنها راحت. سكارليت عذبتك معي. لا تقول هيك، أنا ما ساويت شيء. كل هالشي وما ساويتي شيء. ليك أيام، أنا صح من أول ما شفتك ارتحت لك وحسيت إنك الوحيد اللي ممكن تساعدني هون لأنك مختلف عن الباقيين. بس صدقني لو ماني متأكدة 100% إنك مربى وابن حلال، أنا ما كنت رح أتصرف معك بهي الطريقة. وواضح إنك شخص صادق وصاحب مبدأ يلي مثلك إلها. لو ما كانوا السادقين والمخلصين هن الأكترية فعلى الدنيا السلام. بتشربي قهوة؟ ايه طبعاً بشرب، بس عندك بن؟ أنا بعرف إنه بالحارة هون ما في شي. راح أطلع دور بركي بلاقي. طيب ما بتخاف إذا شافوك طالع بهالوقت يعملوا لك مشكلة تانية؟ صدقيني ما عاد عندي شي خافك. وقدران تمشي؟ لازم يمشي، بدي أحرك حالي.
يلا انتبهي على حالك. عبد الرؤوف، ما بعرف، حاسس حالي متوتر او خايف او الشيخ بيمان طارق. عبد الرؤوف، انا اليوم رح موت. هذا ما يتسماش موت، هذا اسمه استشهاد. لازمك تصلح بالدفاع اقوى. ماشي، بس انا ما كنت عامل حسابي اليوم، كان لسه بدي. ما تخافش يا اخوي، ما هي الا لحظه من الوجع وبعدها تمشي لعالم السرمد وربي راضي عنك. عبد الرؤوف، انت عم تفهم علي؟ اخي غسان، لا بجوز نتاخر على الشيخ ابو اليمان. ربي يقويك. انا ما عم بقدر اشتغل شيء، لا عم بقدر اجيب معلومات، لا عم بقدر اتحرك. هذا مو شغلي. المشكلة اني وضعي معقد، اي حركة مني محسوبة علي. بس على كل اللي كيف فيني ساعده. عدنان، وزعت الاكل انا على المجاهدين وجيت. يعطيك العافية. شو بعدنا؟ عدنان هو الشخص الوحيد ممكن يساعدني، ممكن ياخذني على قيادتي. ممتاز. هن خسروا عناصر كثير، بحاجة لاي عنصر جديد، فلا تقلق، اكيد رح ياخذوك. في موضوع تاني لازم اقول لك اياه. خير. جماعة عم يجهزوا واحد ليفجروا حاجز الجيش. حاجز الجيش؟ ايه. لا ما. والحل؟ الحل لازم تتصرف. قلت لك انا حركتي مقيدة، ما اقدر اعمل شيء، انت لازم تتصرف. شو بدي اعمل انا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بدك شيء عمي فهد؟ اه سلامتك. وقف التفجير، اتصرف. أهلين بسيادة الملازم مجد. ولو ما تقول لي ما عرفتني يا سيادة الملازم. لك شو ملازم أو ملازم يا رجال، انت تفهم تمك بعدين. هذا الشكل واحد ضابط، لك انا درويش على باب الله. شوف انا يمكن كون غلطان بالرتبة لانك اكيد ترفعت، بس فيك مستحيل اغلط، مستحيل انسى يلي ضل معلمي سنتين بالجيش. احكي لي انت شو عم تعملهم؟ وشو قصة هذا الاسم فهد اللي كانوا عم ينادوا لك فيه الشباب؟ لا تقلي انك انشقيت، لاني بعرف كتير منيح يلي مثلك مستحيل ينشق. لك يا اخي انا اسمي فهد جبنا، انا اسمي. بعدين شو قصتك انت مع اسمي؟ بدك تخبر عني؟ روح خبر عني. لا اكيد ما بدي خبر عنك، بس انا بدي اعرف شو عم تعمل هون تحت اسم مستعار. لك مين وقال لك اسمي مستعار؟ انا اسمي فهد، امنت بالله على انها عاكلينا من هون ومن هون. يا اخي انا اسمي فهد، بعدين هاي شغلتك انت؟ لا مو شغلتي. انا صحيح هدول الجماعه مو عاجبيني، صحيح انهم قهروني وزلوني وجلدوني، بس انتو كمان اذا لقطوني ما رح ترحموني. طيب على فرض انا هذا الشخص اللي ببالك، انت برايك انا جايك مشاك؟ جاي مشانك لهون؟ لكن احكي لي انت شو جاي تعمل هون؟ هون بدك يعني احكي لك شو جاي اعمل؟ ايه هون. خدني على بيتك. تفضل. من هيك مو بإيدي يا عبد الرؤوف، مو بإيدي، والله خايف كثير. لك انا ما كان بدي موت هيك. الشهادة تناديك وانت خائف منها؟ ربي قويك ويعيشك. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. قول يا رب. يا رب.
اجانا ضيف. تفضل. انا بعرفك. انت مو معلمه لعبد الله؟ انت خطيب رسالك. ما شاء الله طلعنا شله وبنعرف بعض. انت شو جابك لهون؟ بس ما قلت لي انك انشقيت. انت شو جابك لهون؟ شو عم تعملي هون؟ انت اخر حدا كنت توقعي يجي هون. انا هون بشغل. ايهم عم يساعدني. فينا نشيل هذا الحديث؟ ايه. بدي اكون ساعدني. كيف؟ بشو؟ في انتحاري بده يفجر حاله بحاجز جيش. طالما عم تحكي هيك معناتها ما انشقيت. متأكد إنه جاهز لتنفيذ المهمة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ سعيد صار جاهز. قبل ما تنفذ المهمة تكبس هذا الزر اللي منك شغلتين. أول شيء لا تخليهم ينتبهوا إنه في شيء تحت ثيابك. حاضر شيخ. وتاني شغلة وهي الأهم، ما تنسى واجبك تجاه رب العالمين. أنطق الشهادتين. حاضر 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 شيخ. الله يرضى عليك. أحسنت وأحسن الله لقائك. إلى جنان الخلد يا أخي. بارك الله فيك. هيك واحد بينفذ هيك مهمة لك يا أبو اليمان؟ هيك مهمات بالدرجال ذوي إيمان؟ أنا من أول ما شفته قلت لا يصلح لا يصلح. ما بي معك؟ لا تبرر لا تبرر. شيخ سعيد، أنا سأقوم بتنفيذ المهمة بإذن الله. أحسنت أحسنت. ليش بدك يعني ساعدك؟ لأنه هذا واجبك. واجبي تجاه مين؟ تجاه حالك، تجاه بلدك، الناس اللي تحبها، تجاه أخواتك. أخواتي اللي عم تحكي عنهم إذا مسكوني ما رح يرحموني. على فكرة هلا مو وقت لتاب، لأنه في شيء أهم عم بيصير. إلا إذا كنت راضيان بالذل من هدول المجرمين. إيه كثير راضيان بالذل والجلد. أيام أنت لازم تعمل شيء، هذا الحكي مو وقته هلا. إذا وصل الانتحاري على الحاجز مثل ما عم يقول مجد، كلياتنا بنعرف الكارثة اللي رح تصير. كفي اللي خسرناه. انت ليش عم تحكي هيك وكأني طرف؟ كلياتنا اطراف، لازم نتصرف. ما بصير كرمالي ايهام. اذا في حدا بيقدر يساعد فهو انت. ايه ما في مشكلة، انا جاهزة، بس قلوا لي كيف. رح اطلع انا وياك ودلك على طريق بيوصلك على الحاجز من دون ما حدا يشوفك. هذا الطريق سري، فتحناه أنا وكم واحد من الشباب منشان نوصل المعونات. أي بس أكيد آمن. طبعاً آمن 100%. هو بمر من بين البيوت، وكل صاحب بيت بيسلمك لصاحب البيت الثاني، هيك لتصلي للطرف الثاني، بتكوني وصلتي على الحاجز، وبترجعي من نفس الطريق. ماشي، بس شو بدي أقول لهم بس أوصل؟ في ضابط اسمه فارس، بتقولي له في إرهابي عم يجهز حاله ليفجر حاله بالحاجز، يا اليوم يا بكرة. طيب وبركي ما صدقني؟ رح صدق. بتقلي له بعد إن عندك الرائد مجد، وبتقلي له العزيمة لسه قائمة. بس هيك؟ أي بس هيك. هلا جهزوا حالكم فورا قبل ما يتحرك انتحاري بسرعة. ماشي ماشي. طيب يلا جهزي حالك، رح أوصلك على أول طريق. يلا. يا دكتور. لا 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 لا، انا هي العينه بس بدي اياك تستعجلي فيها اذا سمحت. تمام تمام.
تمام، بس هي مواد غذائية يا دكتور، هي مواد غذائية وبدها تتأمن بسرعة. ماشي طيب طيب، مزبوط مزبوط، أرواح عالم. إيه ماشي، شكرا 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 كثير لك، ممنون لطفك. تسلم تسلم دكتور، شكرا، سلامات، باي. أهلين حبيبتي. شو مع مين عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع الدكتور فواز، عم خليه يستعجل بالعينة. أنو عينة؟ العينة تبع صاحبي تيسير. وليش لحتى تستعجلوا؟ هذا الشغل بيمشي اصولا هشام، ما بصير هيك. ايه مضبوط كلامك حبيبتي، بس انا كمان خبرتك انه تيسير صاحبي وصار عم يدق لي باليوم 100 مره، يعني صرت مضطر سكر هاتفي من شان اتصالات. حتى لو كان صاحبك ما بصير هشام، ما بصير. شو بدك انت روقي، لا توقفي عند هي التفاصيل، خلص ما عملنا شيء. خبريني شو اكلي حتى طالعه حل يعني. يقبرني المعصب انا. يا الله، هذا احلى خبر بسمعه بكل حياتي. حبيبتي انا بفهم انه اي بنت بهالحياه بتحب الحفله، يصير في حفله وهدول القصص، بس شوي الموضوع بده يكون على الساكت وعلى الضيق، يعني انت بتعرف من شان ابي. لك عادي حبيبي، اصلا انا ما بقبل انك تعمل لي حفله وابوك متوفي. شو عم تحكي يا عمري؟ انا ما توقعت تتفهم هالموضوع. تعرف شو، طول عمري عشت متمنية هاي اللحظة ومستنيتها، يعني طول حياتي متمنية إنه أنا وياك نعيش تحت سقف واحد ويكون جيب أولاد. تعرف شو، نحن لازم ما نعيش بهي البلد، مو مكاننا أبدا. وبدنا نسافر. بدنا نسافر على أوروبا مثلا، أمريكا، كاليفورنيا. إيه لا لا لا، ميامي. ميامي الجو بيطير العقل فيها، ما بتتخيل شو حلو. بدنا ناخد، لا لا، بدنا نشتري فيلا على البحر، وبدنا نشتري يخت، يا الله، ونطلع رحلة لحالنا أنا وياك. أوف أوف يا عمري، هيك يخت فرد مرة؟ مو بس يخت، بدنا نستأجر تايتانيك لحالنا. يمكن يا عمري أنت ما بتعرفي شو وضعنا وقديش معنا مصاري. هلا المصاري اللي معنا حالياً ما بيكفوا نشتري أي شيء بالتايتانيك. أوكي ما عندي مشكلة، بنشتري يخت صغير. لك شيء؟ ايه؟ يمكن حتى فلوكة صيد ما فينا ناخذ. يقبرني هضامتك، حياتي انت. بتوصلها لأقرب نقطة بتقدر توصل عليها. ولا يهمك، اعتبرها وصلت. وبتنبه كل الشباب يديروا بالهم عليها. لا خلص، حياتها هلا أهم من حياتي، فهمت؟ لا خلص فهمنا شباب، شو أول مرة؟ الشباب رح يديروا بالهم عليك. خلص ولا يهمك. بس بدي منك أنت تديري بالك على حالك كمان. أكيد، بدنا نرجع نشرب القهوة سوا؟ رح استناك. يلا 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 يلا. Thank you.
وبعدين بقى ايه شو انا عايش بحبس؟ بدي اطلع من هون هلا واليوم قبل بكره. وين بدك تطلع؟ روق سمراء روق. اخي ما بدي انضرب على قلبي، بدي اطلع من الحبس اللي عايش فيه. لك كرهت عيشتي، بدي اشوف الضوء. ايه على سيره الضوء، جعل بالي استخك كف، خلي عيونك يشعلوا مثل اشاره النوم، احمر واصفر وازرق، لا اخضر، بس انت رح خليك معلي على الاحمر. فهمت؟ كن راحت؟ راحت أكيد. يا أخي أنت شو عم تعمل هون؟ أنت ليش مطلع برات الحارة صحيح؟ ليش الكل عم يسألني نفس السؤال؟ يا أخي أنا ما بدي أطلع من حارتي، ما بدي أحس بغربة. إيه بس يمكن برا أحسن من جوا. بالنسبة لي كله نفس الشيء. بدي أسألك أنت ليش مطلوب؟ والله كنت أطلع مظاهرات. إيه شغلة بسيطة، أنا فيني ساعدك. كيف؟ كيف؟ أنا بحكي مع حدا وقال له إنك ما حملت سلاح، يعني شغلتك بسيطة. إيه وبعدين؟ شو راح بيصير؟ بيصير إنك بترجع بتعيش مثلك مثل البشر. لو بدي أرجع أعيش مثلي مثل كل هالبشر ما وصلت لهم. أنا إذا طلعت لبرا بدي أرجع أنظم مظاهرات. بتزبط معكم؟ بتزبط معنا. بتزبط معكم؟ أقول لك شغلة، شو ساوت مظاهراتكم؟ شو عملت؟ خربت البلد، ما هيك؟ شايف الأمور لوين وصلت؟ هذا اللي كان ناقصنا؟ شو كان ناقصكم؟ ما كان ناقصنا شيء، وناقصنا كل شيء. لا، ما كان ناقصكم شيء، ما كان ناقصنا شيء. رح أقول لك شغلة، بهذا البلد ما كان حدا جوعان، ما كان حدا متشرد وما عنده بيت، ما كان حدا مريض ما معه حق دواء أو مشفى يفوت عليه. حدا كان يسألك منين أنت؟ لوين رايح أنت؟ أعطيني هويتك. حدا كان يسألك؟ أنا بشوف بلا شوية حرية كل يلي حكيته صفر على الشمال، ما له أي قيمة. مو تعطيني رغيف خبز بإيد وبالإيد الثانية تسد لي دمي. أنا ما بدي خبز، أنا خبزي الحرية. تخبزك الحرية. على فكرة أنت لو طلعت لعلي حواليك أو فكرت الموضوع بشكل هيك منطقي أو مسؤول شوي، كنت عرفت أنه الحرية هي موضوع نسبي، لأنه ما في مجتمع هو حر بالمطلق أو بيعطي أفراد الحرية. الحرية اللي أنتوا طالبتوا فيها ما بعرف شو اسمها، ما عم بفهمها، يمكن اسمها انفلات، ما رح أقول انفلات، رح أقول لك أنه اسمه حلم، بس هذا الحلم صعب يتحقق. يمكن يكون حلم، بس نحن وقت حلمنا اندعسنا. لا، ما حدا بيدعسك إذا عم تحلم، تندعس إذا كنت عم تخرب بلدك، تندعس إذا كنت عم تشتغل وتحقق حلم الغريب بهذا البلد. هي كانت أحلامنا نحن أولاد البلد، بس لما دخل الغريب اندعسنا. ما عادت عرفان أحلامنا اندعست ولا انسرقت. يا ريت وانت عم تفكر بأحلامك شو صار فيها تفكر انه مو مستاهل توصل الأمور لهون. حلمك وحريتك خربوا البلد، دمروا اللي مستاهل توصل الأمور لهون. لا طبعا، صدقني ما حدا قال كلمة حرية بصدق. بتمنى توصل الأمور لهم، يلي بده الحرية ما بيرضى انه ينجلد. أنا شو بيأكد لي انه كلامك حقيقي؟ شو بيعرفني انه انت صادق؟ طيب وإذا قلت لك انه رائد مجد بيقول لك انه العزيمة لساتها قائمة؟ طب هو من أي طريق بده يجي؟ رح يجي من الطريق الرئيسي،
وقال لي خبرك انه رح يكون لابس مثل اي شخص مدني مشان ما حدا ينتبه له. شكرا كثير لك. انا ممكن اعمل شيء لحتى اضمن سلامتك؟ لا ابدا، هلا سلامتكم هي الاهم، وانا مثل ما اجيت لحالي برجع لحالي على حالي بالاذن. الله معك. مساعد عمار، رقيب فراس. حاضر سيدي. نعم سيدي. احكوا لي مع كتيبة الهندسة بسرعة فورا وجهزوا حالكم منيح. حاضر سيدي. هونيك سيدي. بس نتأكد نوصل لعندهم وتنفذت العملية لازم فورا نهجم. ونحن وكل الشباب يا شيخ رهن إشارة منك. وعليكم السلام خواجة عصمت. على عيني. جاهزة. ايه بس بدي اعرف شو الترتيبات اللي من طرفكم. ونعمل اتكال. وعليكم السلام. انتبهوا يمكن هذا هو. وين رايح يا مواطن؟ انا بدي احكي معك. انا بدي اطلع من الحرم. قف! انا اجيت على هذا المكان بالغلط. وقف عندك لا تقرب اكثر. وقف عندك لا حدا يتحرك. شباب الهندسه شوفوا شغلكم. ايه اوكي حسام، بكره بنلتقى بالمركز. لا سلامتك. باي. مين عم توعدي؟ حسام. وليش بدكم تلتقوا؟ نروح على مركز الايواء عند الناس اللي بحاجتنا، لازم نوقف معهم. يا بنتي انت شو عم تعملي؟ لساتك مصرة تروحي على السخافة تبعك؟ ماما هي ما اسمها سخافة، هي قصة إنسانية ما لها علاقة بحدا. إنسانية قلتي لي؟ وجوزك مو إنسانية؟ خلص استغنيتي عن جوزي؟ وقت بيضربني وهو متجرد من إنسانيته بيكون هو المستغني عني مو أنا. لك يا بنت انت عارفانه شو عم تعملي؟ كم مره بدي الاقي قلبي واقول لك انه شركتنا بخطر وراح نخسرها ويمكن بالاخير بيعها وبيع البيت كمان؟ ما كنت بتفهمي؟ موضوع الشركه موضوع تاني. على فكره تيسير ربط الموضوعين مع بعض. لك انا مشان الشركه تبعك عملت كل شيء، جوزت واحد مالي مقتنعه فيه مشان انت ترضي، مشان ارضيكي. انا لا بدي شركات ولا بدي مال، الشغله الوحيده اللي بدي اياها اخلص من هذا التافه اللي اسمه تيسير. لا تقولي تافه. لا تافه 60 تافه، وانا هي الجوازه كلها ما عاد بدي اياها. مره وحده بحياتك فكري ببنتك، فكري ببنتك اللي بعتيها. صارت القصة بالضبط؟ هلا بالضبط بالضبط ما بعرف، بس اللي سمعته من الشباب انه كشفوه قبل ما يوصل على الحاجز. هو جبان ولا هم كشفوه؟ لا لا ابدا هو ما جبان، الشاب كثير عقيدته قوية بس ما بعرف كيف كشفوه. طيب مات ولا انلقط؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحتسبه من الشهداء. وهلا شيخنا شو بدنا نعمل؟ نكمل، شو بدنا نعمل؟
بدك تدبر حدا يكون محله وينفذ المهمة. طريق الجهاد طويل وبده إيمان، ولازم تشوف حدا يكون عنده عقيدة وصبر وقدرة ويكون قادر على اختراق الحواجز. إن شاء الله. أحسنت. سكارلي، أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك. ولو أنا ما سويت غير الواجب. شكرا. هلا لازم أمشي. على فكرة فيك هلا تروح تخبر عني، فيك تقول له إني ضابط بالجيش، الجيش العربي السوري. اجتمع وتكالب الظلام، ورح يبقى حضني أدفع حضني بهالدني، ونرمي بحضنك هالتعب والنام. كيف كنا سوا نمشي بحاراتك ودددنا الهوى. تذكري يا شام كيف كنا سوا نمشي بحاراتك ودددنا الهوى. فاق الغدر سرق العمر، هاد الجمر انت الصبر، كل القهر رح ينطوى، رح تبقي عشي والهوى يا يا شام يا شام.